نحن هنا في أحد مخيمات اللجوء في مدينة غزة، تحديدا في مخيم الشاطئ. بين أزقتي هذا المخيم تسكن الحاجة أم خطاب، الشاهدة على جرم الاحتلال الإسرائيلي. أنا أم خطاب دولي، ابتهاج علي أحمد دولي. أنا حضرت حرب 1936 في البلاد. من 1936 كل الحروبات حربتها، زي الحرب هذا ما شفتش أسى منه. هذه السيدة التي أشيع بأنها قد استشهدت وفارقت الحياة قبل شهور، لكنها بقيت هنا بين أزقة المخيم صامدة لترسل رسائل للعالم من على أعتاب منزلها في مخيم الشاطئ. قالوا استشهدتي. آه والله أنا استشهدت، بس ربنا اللي سلمني، وأنا هنا قاعدة لحالي، وربي عندي والملائكة حوالي. كل ولادي طلعوا على الجنوب وعلى مرمون المناشير، وأنا طلعت معهم جروني في الكراسة. عندي الشفا تفرقنا، كل الناس راحت لحال، ما عدت 3 أشهر وأنا مش بالمرة مش ساحي عن حالي، وانت مفقودة. ويقولوا مستشهدة. شدوا ايديكم يا اهل غزة، شدوا بعضكم، ما ودعتكم الشهداء اللي ماتت، ما ودعتكم. شدوا بعضكم يا الغزة وفلسطين، شدوا بعضكم. وجه كلمة عربية للدول العربية، على ورق الدول العربية، لكتب الحبر لجميع الدول العربية. وقفوا معانا، خلي الله يوقف معاكم، رجعوا لنا أهالينا وولادنا لبلادنا، الله يرعاكم. واللي ما بيوقف معانا حلت الله عليه وحسبنا الله عليه، اللي ما بيوقف معاه الغزة وينصرنا. مسلم مسيحي ما فيش غريب، طول عمرنا عايشين أخين، ورايتنا فيها هلال وصليب، والبيت ده بيتنا احنا الاتنين، بيت المسيح لازم نحميه ونطرد منه المحتلين. هايهم 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 هايهم. كم سنة هذا عندي؟ من الهجرة. من الهجرة؟ اه. لليوم؟ لليوم. محتفظة فيهم؟ محتفظين فيهم. قديش لهم؟ من سنة 48. من 48 لما طلعنا في قبل ترجعين؟ إن شاء الله. على يافا؟ ما رجعتش، أنا برجع أولادي. هذه المشاعر الجياشة من الحاجة أم خطاب التي صحبناها في هذا الحوار في أزقة مخيم الشاطئ في مدينة غزة، لتبقى شاهدة على جرم الاحتلال الإسرائيلي من عام 1936 حتى يومنا هذا. محمود العوضية من داخل مخيم الشاطئ في مدينة غزة، الميادين.